أهلا وسهلا مشاهدينا في ساعة ثانية ابتدر هذه الجولة بتحليل أهم مستجدات الأخبار الواردة من خلال موقع الشروق نت رفقة الأستاذ صحفي المحل السياسي أسامة عبد المايد رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة. أهلا وسهلا صباح الخير. مرحبا عليكم السلام وصباح النور يا شباب. أهلا بك كثير، سعيدين بك في صباح الشروق دائما. ونبدأ مباشرة الشروق نت من أحمد أوك يتفقد الأوضاع ببور السودان. استأنف رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك زيارته المعلنة للولايات يوم الخميس المقبل، ومن المقرر أن يبدأ زيارته هذه المرة بولاية البحر الأحمر ومنها لولاية كسلة، وتأتي زيارة حمدوك لبور السودان لتفقد الأوضاع بعد الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا. وقال وزير الثقافة والإعلام في تصريحات صحفية إن وفدا اتحاديا سيزور المدينة أمس الثلاثاء برئاسة حسن الشيخ إدريس قاضي عضو مجلس السيادة برفقة وزراء الداخلية والثقافة والإعلام والبنى التحتية. وأشار الوزير إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيزور المدينة يوم الخميس، وهي زيارة مقررة سلفا ولكنها تكتسب أهمية بعد هذه الأحداث التي شهدتها مدينة بور السودان مؤخرا. نعم، يعني بور السودان شعلة بأن تنطفي تعود من جديد لتشتعل. تابعنا حتى الخلاف في الصلح اللي تم في آخر المرة، نقلت شاشات التلفاز جميعا، أيضا هناك إشكالات حدثت فيه. قائد الدعم السريع في ذلك الوقت دخل وحاول أن يطفي هذه النار، هدأت المدينة، عادت الآن واشتعلت مرة أخرى. طيب، بداية واضح جدا أن الأوضاع في ولاية البحر الأحمر يعني إلى حد كبير يعني باتت تهدد السلم والأمن بشكل عام في البلاد، ليس في الولاية وحدها، لأن معلوم أن شرق السودان هي منطقة مهمة، ولاية البحر الأحمر أكثر أهمية في شرق السودان. لكن المؤسف جدا أن هذه الأحداث هي أحداث قبلية بين أكبر مكونين في المنطقة بين البني عامر والهدندوان. الخطورة تكمن في أن عدم استجابة الطرفين لصوت العقل، لأنه حتى أن والي الولاية اضطر إلى حظر التجوال في محاولات لفرض هيبة الدولة. الآن من الجيد جدا كانت تحركات الحكومة بالأمس، غادر وزير الداخلية بمعيد عدد من وزراء إلى الولاية، قد سيزور البحر الأحمر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وإن كانت هي زيارة مرتبة سلفا لكن بكل الأحوال تشكل صقل سياسي للحكومة، ثم تشكل دفعة لمحاولات استتباب الأمن في الولاية. لكن بكل الأحوال يجب أن تفرض الحكومة هيبة الدولة في هذه الولاية، يجب أن يكون هناك يعني المضي في مسارين في آن واحد، مسار محاولات إطفاء النيران عن طريق الإدارات الأهلية رغم أنهم جزء من الأزمة، المسار الثاني أن يمضي الاتجاه الأمني في بسط هيبة الدولة، لأن المشكل أن حتى الآن الاستجابة لم تكن كبيرة لتوجيهات حكومة الولاية. أعلن الوالي وجه بعدم إقامة ندوة ندوة أمس الأول، تمت إقامة الندوة رغم أن في حكومة الولاية، هي كلها إشارات توحي بأنه هيبة الدولة غير مفروضة بشكل كامل. يجب أن تثمر، نتوقع اليوم أن تثمر زيارة وزير الداخلية وعدد من وزراء الحكومة، ثم نتوقع أن تتوج هذه الثمرات بزيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم غد. أستاذ يعني أستاذ أسامة، يعني كان من قبل في فترة المجلس العسكري قبل تكوين المجلس السيادة ومجلس الوزراء كان هناك اتفاقيات مختلفة حتى مع شيوخ وهذه القبائل في شرق السودان حتى فرض غرامات لمن يتعدى مرة أخرى. فالآن يعني في نقاط معينة حتى نحد من هذه الأزمات التي تحدث تباعا، وشهدنا من قبل أيضا كانت هنالك حملات لتقرير المصير وأخبار نشرت ونشرت بكثافة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الرئيسة. ما المطلوب من مجتمع بور السودان بالتحديد وكل القبائل التي تتشارك المنطقة؟ يعني بداية يفترض أن يكون تقوم القوى السياسية على رأسها مؤتمر البيجا بدور أكبر في تهدئة الأوضاع، باعتبار أن مؤتمر البيجا لديه وزن وثقل كبير في تلك المنطقة، ثم أن هناك موسى محمد أحمد وهو من قيادات الشرق كان له أدوار إيجابية في الفترات الماضية. الآن لم يصهر موسى محمد أحمد على مسرح الأحداث، كان من الممكن جدا أن يساعد في إطفاء النيران. لكن أكرر أن المطلوب بشكل أكبر فرض هيبة الدولة، أن يتم حسم أي جهات هي ساعدت في إشعال الحريق أو ساعدت في تأليب الأوضاع. معلوم أن شرق السودان في انتشار كبير للسلاح في الفترات الماضية، كانت هناك يعني عمليات بيع السلاح، عمليات تجارة السلاح، عمليات التجارة البشرية، هي كلها تشكل خطورة على الأوضاع الأمنية
بالتالي يجب أن تفرض الحكومة هيبتها بشكل رادع مع الجهات التي تلاعبت أو مع المتفلتين الذين استخدموا الأسلحة البيضاء في الأيام الماضية. نخشى أن يتطور الأمر اليوم أو غدا قبل وصول رئيس الوزراء إلى الولاية أن يتم أن تفجر الأوضاع بشكل أكبر، لكن نتمنى أن تهدى الأوضاع وأن يعود الشرق إلى مكانه في الفترة الماضية. معلوم أن شرق السودان منذ اتفاقية السلام أسمر في العام 2006 شهد استقرارا كبيرا لا مثيل له في على الأقل منذ أكثر من عقدين من الزمان. إن نتمنى أن تعود تلك الأوضاع الأمنية الهادية وأن تعود ولاية البحر الأحمر كما عرفها الناس ولاية للسياحة، ولاية للفنون، ولاية للاستثمار. نعم، هذه الزيارة يعني تأتي في إطار زيارة معلنة أصلا لدولة رئيس مجلس الوزراء لعدد من الولايات، لكن تكتسب الأهمية بعد الأحداث الأخيرة كما ذكر الخبر. برأيك يعني ما هو المأمول من السيد رئيس مجلس الوزراء من خلال هذه الزيارة، باعتبار أن الكل يريد أن يصل كما ذكرت الأمنيات أن بورسودان تعود مدينة سياحية فقط، نريد أن نصل إلى يعني خفض هذه الفتنة تماما ولا تعود مرة أخرى إلى العنن مثل هذه الصراعات وننبذ كل هذه الصراعات؟ طبعا بكل الأحوال يعني من المتوقع أن يغير رئيس الوزراء البرنامج زيارته بشكل كامل، لأنه معلوم أن الزيارة الآن مختلفة، الوضع استثنائي، الوضع إلى حد ما عسكري بحت. نحن نأمل أن يتعامل رئيس الوزراء بهذا المفهوم، أن يكون الاجتماع مع لجنة أمن الولاية، أنتظر قرارات حقيقية وتم إنزالها على أرض الواقع حتى تتم فرض هيبة الدولة. في الفترات الماضية استعانت الولاية بقوات الدعم السريع، كانت مضت الولاية ساعدت في استتباب الأمن. أنا لا أدري هل الآن سيكون ذات الاتجاه، سيمضي رئيس الوزراء أو الجهاز ذات الصلة في ذات الاتجاه أم لا، لكن بكل الأحوال إذا تراخت الحكومة في الأوضاع في شرق السودان من الممكن جدا أن تكرر في مناطق أخرى، لأنه هذا هو ربما يكون الاختبار الأول أو الثاني لحكومة عبد الله حمدوك في مالي الناحية الأمنية. أستاذ أسامة، يعني ننتقل إلى جانب آخر ونحلق في سماء دولة جنوب السودان جباء المفاوضات اللي حدثت وتم التوصل للأرضية الثابتة ما بين الجبهة الثورية والجهات المفاوضة باسم الحكومة الانتقالية. هنالك خبر بتأجيل هذه المفاوضات للشهر القادم بإذن تعالى، ما تداعيات هذا التوقف؟ طيب بكل الأحوال لم تكن من الملائم جدا أن تنعقد الجولة الحالية في موعدها، لكن الآن التأجيل يساعد الحكومة في ترتيب أوضاع بشكل جيد ويساعد في تغريب وجهات النظر على الأقل ما بين قوى الحرية والتغيير ما بين الحكومة، لأنه معلوم أن قوى الحرية والتغيير إلى حد ما يعني صعدت فيما يلي الاتجاه في تعيين ولاة الولايات. الجبهة الثورية ترفض هذا الاتجاه، أعلنت مرارا أنها تتمسك بما تم التوافق عليه في الجولة الماضية في جوبا. كانت الجولة الماضية تم التوافق على إرجاء تعيين أعضاء مجلس التشريع وإرجاء تعيين ولاة الولايات. الآن قوى الحرية والتغيير نفسها أعلنت بالأمس تأجيل إرجاء تعيين المجلس التشريع حتى نهاية الشهر المقبل، ثم تمسكت بتعيين الولاة في الغريب العاجل. لكن بكل الأحوال من الجيد جدا أن تتوافق قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية، لأنه باعتبار أنه حتى الجبهة الثورية هي جزء من قوى الحرية والتغيير. الآن التأجيل أنا أتوقع أن يكون يعني يساعد في تهيئة الأوضاع بشكل أفضل، يتم التنسيق بشكل أكبر مع دولة الجنوب، ربما هي ذاتها سانحة حتى يعني تجد الأطراف الجنوبية إعانة من المجتمع الدولي أو على الأقل من الاتحاد الأفريقي، لأنه معلوم أن نقر أن الوساطة الجنوبية تعاني من بعض الضعف في الجانب السياسي في الجانب التفاوضي نفسه، هي هذه تحتاج لإعانة من الاتحاد الأفريقي. بالتالي ربما تكون هذه التأجيل يساعد في تجميع كل هذه المشكلات ويتم معالجتها حتى نخوض الجولة المقبلة أو تخوض الحكومة مع الجبهة الثورية مفاوضات تفضي إلى سلام ينتظر الشارع السوداني بفارغ الصبر. أستاذ أسامة، يعني تم في الاتفاق أو الاتفاقية التي حدثت في جوبا من قبل الجبهة الثورية والجهات التي تشارك باسم الفترة الانتقالية في عملية التفاوض زي ما ذكرت على إرجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة بعد إحلال عملية السلام التي كانت مقررة أن تتم في هذا الشهر، ولكن الحرية والتغيير أرجت المجلس التشريعي ولكن أصرت على تعيين الولاة.
يعني ما تم الاتفاق عليه وما على أرض الواقع الذي تنص عليه الوثيقة الدستورية، تعليقك ما بين هاتين النقطتين. طيب بداية هو بكل واضح أنه الجبهة السورية أرجت تعيين المجلس التشريعي، لأن هناك تعقيدات داخل مكونات الجبهة السورية، بكل عفوا داخل مكونات قوى الحرية والتغيير، بعض الأطراف لنا هي باتت خارج الجهاز التنفيذي، بالتالي ستزعى أن تشكل حضورا في المجلس التشريعي على رأسها تجمع المعنيين، هو غير حاضر الآن في الجهاز التنفيذي، أنا أتوقع أن يكون لديه حضور أكبر في المجلس التشريعي. لكن حتى تعيين الولاة الذي يتوقع أن يتم الإعلان عنه مرارا بأنه سيكون في الأيام المقبلة، أنا أتوقع كذلك أن يتم إرجاء بعض الشيء، لأن الجبهة السورية يعني ناورت في الأيام الماضية، قالت حتى لو تم حتى لو برز اتجاه بتعيين الولاة في الأيام المقبلة، هناك بعض الولايات من الصعوبة بمكان أن يتم حكمها بواسطة ولاة مدنيين، هي إشارة إلى أن الجبهة السورية تريد التعجيل، أو ربما تريد أن تتقاسم المناصب في مال الولاة مع المكون العسكري. لكن بكل الأحوال يجب أن تتوافق الأطراف، لأنه تعيين ولاة مدنيين دون التوافق مع مكونات الولايات، خاصة في ولاية دارفور هناك الصقل القبلي له أثر كبير، هناك دور كبير للإدارات الأهلية في تشكيل حكومات الولايات، يجب أن تراعي حرية التغيير هذا المكون وهذا هذه الحسابات، لأنه معلوم أن الولايات ليس مثل الخرطوم، هناك تعقيدات كبيرة. على سبيل المثال الآن التعقيدات الماسلة في ولاية البحر الأحمر في شرق السودان هي كلها تعقيدات، يجب أن من القوى الحرية والتغيير أن تستصحب هذه المسائل في عند تعيين الولاة. يعني هذا هل يؤثر على النسبة التي قررتها قوى الحرية والتغيير 67% و33% بقية التيارات الأخرى إذا دخلت الجبهة الثورية في عملية تقاسم السلطة كما ذكر؟ طبعا بكل الأحوال هناك تعقيدات حتى في هذه النسب، معلوم أن كان هناك اتفاق سري غير معلن ما بين المجلس العسكري سابقا وقوى الحرية والتغيير، تمت المناصفة 50% إلى المكون العسكري مثلها إلى الحرية والتغيير، لاحقا تم الإعلان بأنه 13% الفارق ما بين 17% الفارق ما بين 50 و 67 أن تكون إلى القوى السياسية التي كانت تتقاسم السلطة في مرحلة الماضية مع المؤتمر الوطني. لكن بكل الأحوال حتى المجلس التشريعي إن لم يتم التوافق حول النسب بشكل مرضي لن تكون التجربة ناجحة، ستكون هناك تعقيدات كبيرة، يجب على الحرية والتغيير أن تعي هذا الأمر، خاصة أن هناك مشكل أكبر من المشكل السياسي، أكبر من تقاسم السلطة، هي القضية الاقتصادية التي هي الآن المحك في الكيفية، وهي التي أحرجت الناس. يعني طبعا بكل الأحوال الآن يعني الخروج الحقيقي للشارع كان بسبب الأوضاع الاقتصادية، هذه الحقيقة التي نسلم بها، لأنه كانت هناك يعني واحدة من الأسباب التي جرت المؤتمر الوطني إلى البحر كانت هي القاطرة الاقتصادية، دفعت بالمؤتمر الوطني إلى البحر، بالتالي كان يجب أن تعي الحرية وتغيير هذا الأمر، أن تعي الحكومة هذه المسألة. نعم، نذهب مشاهدينا إلى الخبر التالي معنا عبر شرونيت، وفيه الحكومة تتسلم معسكر رئيسي لليوناميد بدارفور. تسلمت حكومة السودان يوم الثلاثاء معسكر بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة القطاع الجنوبي سوار كام شرقي نيال حاضرة ولاية جنوب دارفور، أحد أكبر معسكرات البعثة في دارفور الذي تم تأسيسه في العام 7 للميلاد إبان الأزمة في الإقليم. ووقع بالتبادل على وثائق ومستندات التسليم النهائي لمقر البعثة بقائمة الأصول والموجودات عن حكومة السودان ممثل وزارة الخارجية رئيس اللجنة المركزية السفير عمر الفاروق السنوسي، فيما وقع عن الأمم المتحدة السفير جيرماي باما بولو. وتم تسليم كل أصول البعثة لحكومة السودان ممثلة في ولاية جنوب دارفور، وتم إجراء مراسم إنزال علمي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بواسطة قوات البعثة، ورفع علم السودان وإلى جنوب دارفور، بل والي جنوب دارفور هذا رفع علم السودان اللواء ركن هاشم خالد إذانا بخروج البعثة واستلام المقر. وقال ممثل وزارة الخارجية إن الاحتفال بإغلاق المعسكر الرئيس للقطاع الجنوبي وتسليم وصوله ورفع علم السودان التزام بقرارات مجلس الأمن وحكومة السودان والاتحاد الأفريقي وقرار الأمم المتحدة 4295 في 31 من أكتوبر الماضي بتمديد قوات اليوناميد حتى هذا التاريخ في العام 2020. قصص اليوناميد وخروجه من دارفور، هناك ميقات معلوم تم التمديد حتى 31 من أكتوبر
2020 الآن يعني هذا معسكر رئيس في شرق ديالى حاضرة ولاية جنوب دارفور، يتم إنزال علامة اليورابيد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة منه والحكومة السودانية تتسلمه. كيف يمضي الخروج حتى الآن يعني؟ طيب بكل الأحوال هذا من الأخبار السارة جدا، لكن نعود إلى الأوضاع في دارفور بشكل عام. هناك حبل يلتف حول الحكومة في مجلس الأمن، هناك ثلاثة قضايا متعلقة بدارفور، الأولى اللي هي بعثة اليوناميد، القرار الثاني مشروع سلام دارفور وهو الذي يتكي عليه عبد الواحد نور باعتباره هو يعني هو الكرت الرابح بالنسبة له، الأمر الثالث هو متعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. هذه الثلاثة قضايا هي يعني أرغت الحكومة الماضية، الآن هي على طاولة الحكومة الحالية بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك. بالتالي الآن خطوات المساعي في محاولة فك ارتباط اليوناميد بالسودان هي مساعي حسيسة، يجب أن تمضي بشكل أكبر، لأنه هذه الآن ما جرى في ولاية جنوب دارفور هي خطوة إيجابية جدا بأن يتم يعني تسليم المعدات، تسليم المغار إلى حكومة الولاية أو إلى الحكومة السودانية، هي خطوات إيجابية يجب أن تمضي الحكومة بشكل جاد في إخراج اليوناميد في المرحلة التي تم تحديدها، لأن معلوم هناك عوامل كثيرة يعني تم يعني الواقع في دارفور تغير بشكل كبير، هناك استتباب للأمن بشكل لافت، هناك نعم هناك لا تزال القضية متعلقة بالمعسكرات، لكن الأوضاع لم تكن على ما كانت عليه في السنوات الماضية. الآن خلال الخمس سنوات الأخيرة تحسن الوضع بشكل كبير، كانت هناك حملة مغدرة لجمع السلاح تمت من قبل النظام السابق، كانت حملة ناجحة بكل المقاييس. الآن يجب أن تمضي الحكومة في ذات الاتجاه، هي خطوة مشجعة بأن يتم التوافق على أو التراضي على ما تم عليه بين اليوناميت وما بين الحكومة السودانية. أستاذ أسامة، يعني بخروج هذه القوات تدريجيا من أماكن النزاع والحروب، هل هذا مؤشر جيد لاستتباب عملية السلام من ثم ترفع تقارير إيجابية عن السودان وتساعد في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ بكل الأحوال هي من الممكن جدا أن تكون من العوامل المساعدة، لأن قضية دارفور بشكل عام هي كانت واحدة من القضايا كما أشرت في بداية حديثي هي التي قادت الحكومة السودانية إلى منصات مجلس الأمن. الآن هذه الخطوة من الممكن جدا أن تساهم في استقرار الأوضاع، وهي كذلك خطوة إيجابية يمكن جدا أن تكون داعم للحكومة في مفاوضاتها الشهر المقبل مع الجبهة الثورية. إذن إلى خبر آخر من خلال موقع الشروق نت، الحكومة 6% نسبة التحصيل الضريبي في السودان. قال وزير الثقافة والإعلام ناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح يوم أمس الثلاثاء إن نسبة التحصيل الضريبي في السودان تبلغ 6% من الدخل القومي، وهي أقل من المعدل العالمي البالغ 15%. وأجاز مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك تقرير فريق العمل الخاص بتنمية وتطوير الإيرادات الضريبية الذي قدمه كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي ومدير الضرائب. وأوضح فيصل أن الفريق قدم عددا من التوصيات لإزالة التشوهات وزيادة الجهد المالي وزيادة نسبة التحصيل الضريبي دون زيادة في الضرائب. وأضاف أن هذا الجهد سيكون أفقيا وليس رأسيا، بمعنى لن تكون هناك زيادة جديدة في الضرائب بينما ستكون هناك معالجة للإحفاءات الضريبية، مضيفا أن فريق العمل أوصى بإزالة عدد كبير من هذه الإحفاءات وحصرها في نطاق ضيق. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير من وزير الطاقة والتعدين حول ما حدث في بعض حقول البترول في منطقة بليلة، مبينا أن التجمعات الشبابية التي كانت قد اعتصمت بمطار المنطقة كانت تنادي بتوسيع فرص التوظيف لأبناء المنطقة باعتبار أن هذه الحقول تقع في مناطقهم، كما طلبوا بأن تقوم الشركات العاملة في المنطقة بتقديم الخدمات الاجتماعية للسكان المحليين في إطار المسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسات. نبدأ من حيث انتهى الخبر، ضرورة أنه كل الشركات التي تعمل في البترول في التعدين أو في مجالات أخرى أن تهتم بالتوظيف أهل المنطقة التي هم فيها، أن تهتم أيضا بالمسؤولية المجتمعية والاجتماعية لها من خلال عدد من المشروعات ليقع ذلك ويصب في فائدة هذه المنطقة المعنية بهذا الأمر. طبعا بكل الأحوال كانت هناك نسبة 2% للولاية التي فيها حقول النفط، أنا أعتقد لم تكن الأموال مستثمرة بشكل جيد، المشروعات خاصة في ولاية مثل ولاية غربي كردفان لم تكن تصير بشكل إيجابي، كانت معظم المشروعات كانت تحتاج إلى مراجعات لم تكن تصب في مصلحة المواطن
بشكل جيد، ربما كانت هذه واحدة من الأسباب التي أدت إلى قضبة الشباب في الأيام الماضية، حتى أنهم إلى حد كبير عطلوا العمل في حقل بليلة. الحكومة كنت أتوقع أن تولي الأمر اهتماما فوق المعدل، لأنه للأسف وزير الطاقة والتعدين الذي هو الآن قدم تقريرا أمام مجلس الوزراء لم يقم بزيارة للمنطقة، حتى أنه للمفارقة لم يزر حتى اللحظة أي ولاية من الولايات التي فيها سواء كان تعدين أو نفط. لكن على كل كان هناك اهتمام من جانب مجلس السيادة، بعث رئيس مجلس السيادة البرهان ووفد إلى ولاية إلى الولاية المعنية تفقد الأمر. الآن من الحكومة مطالبة أن تهتم بشكل أكبر، لأن هذا جرس إنذار بأن تكون حتى عملية الاحتجاجات تصل حتى مناطق البترول، هذا مؤشر سالب بكل الأحوال، ليس هناك ما يدفع تلك المجموعات لهذه الأسباب. من الممكن جدا كان أن يتم معالجة هذا الأمر مع حكومة الولاية ممثلة في الوالي، أو حتى مع المركز بشكل مباشر بطريقة أفضل من التي تمت في الأيام الماضية، لأنه وقفات احتجاجية أو محاولات اعتراض تعطيل العمل في حقول النفطية بكل تأكيد عملية مكلفة جدا، نأمل أن لا تتكرر في المرحلة المقبلة. طيب نختتم هذه الجولة بهذا الخبر، انطلاق قطار مواصلات الخرطوم الأربعاء واجتماع اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد بالإسراع باستكمال صيانة الباصات المعطلة عن العمل، فضلا عن صيانة الطرق العامة بولاية الخرطوم لا سيما نفق مركز عفراء التجاري. وعقدت اللجنة اجتماعا أمس الثلاثاء بمجلس الوزراء برئاسة وزير ديوان الحكم الاتحادي دكتور يوسف آدم الضي، واطمأن الاجتماع على كافة الترتيبات الجارية لتشغيل قطار المواصلات العامة بولاية الخرطوم، والذي سوف يتم تدشينه في الساعات المقبلة. يعني قطار المواصلات وأزمة المواصلات التي استفشت في الأيام الماضية، نذهب إلى كل مكان في العاصمة المثلثة، إلى أي محطة تمر بها المواصلات نجد زحام وصفوف طويلة وجماهير كبيرة في كل المواقف الرئيسة والفرعية منها في الأحياء المختلفة، لا عربات ولا مواصلات بأشكال المختلفة، إذا كانت الكريزات الصغيرة، الحافلات الصغيرة، إذا كانت الباصات والحافلات النقل العادية. هذه الأزمة يعني جعلت الكل يستفهم، هل هناك إشكالية في الطرق؟ هل هذه العربات فجأة اختفت؟ ما الذي حدث؟ الآن هذا واحد من المعالجات. هذا القطار هل هو معالجة نهائية باعتبار أنه السعال الخطوط الموجودة والمتاحة الآن التشغيل لهذا القطار؟ متى سنخرج من هذه الأزمة ويرتاح المواطن الذي يريد أن يصل إلى عمله كما يجب في وقت وأن يحترم هذا الوقت؟ طبعا بكل الأحوال قضية المواصلات، البعض يتحدث لماذا انفجرت في هذا التوقيت وكأنما جهة ما كانت تسببت في عدم توفر المواصلات، لكن هي مشكلة متراكمة كانت هناك، بدأت بالإعلان المباشر من والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر بأن هناك باصات جديدة ستأتي للخرطوم، هذه أثرت بأن دفعت أصحاب الحافلات ببيع الحافلات بمغادرة العاصمة، كانت هذه واحدة من الأسباب. ثم انتقل أطراء يعني المواصلات كذلك تم بيعها، البعض شارك في أنها يعني مضى في اتجاه أنه تطبيقات النقل الخاص اللي برضو أثرت كذلك على المواصلات. هناك جملة أسباب، ثم أن هناك كمان كذلك كلفة الإزبير أصبحت عالية، قطع الغيار، ثم أنه تردي الشوارع في العاصمة بشكل عام، كل هذه الأسباب مجتمعة يعني أدت إلى مشكلة المواصلات اللي هي ماسلة الآن، لأن هناك معالجات من الحكومة لكن غير مجدية متعلقة بضرورة نقل المواصلات، نقل العربات الحكومية للركاب، هي بكل الأحوال لن تكون مجدية. المعالجة الحقيقية في توسعة مواعين النقل، في صيانة الباصات المتعطلة، هي باصات كثيرة جدا متعطلة، يعني فتح المجال لاستيراد العربات النقل يعني بامتيازات حتى انه يسهل الامر، هذه كلها ممكن جدا ان تكون معالجات. في ميل القطار هو معالجه مؤقته، لانه المشكله ان القطار يمر في ذات التقاطعات التي تاتي فيها المواصلات، هذا ممكن يؤثر كذلك في حركه المواصلات، لكن بكل الاحوال يعني نامل ان تكون القطار هي بدايه لمعالجات حقيقيه لازمه المواصلات. نعم. شكرا جميلا استاذ صباح عبد المجيد، شكرا لك.
لحضورك دائما بايرن. شكرا، موفقين ان شاء الله.